هامش المؤتمر عقدت قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، وهي المبادرة التي أطلقتها المملكة السعودية في أكتوبر 21 وحضرها الرئيس السيسي وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وعدد كبير من ممثلي دول الشرق الأوسط. يوم 11 و12 ستعقد مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة المناخ أيضا، ووزير الكهرباء المصري والسعودي أيضا كان قد وقع مذكرة تفاهم بين البلدين على هامش الكوب في مجال تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة. نسمع ما قاله الرئيس السيسي في عن هذه المبادرة، حيث تحدث عن مشاركة مصر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ بالتنسيق مع مؤسسة التمويل العربية والإقليمية التي تطلع بدور مهم في هذا الإطار. كما تمثل المبادرة إطارا مناسبا لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ. ومن هذا المنطلق فإنني أدعوكم اليوم خلال اجتماعنا هذا إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بديعة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره. أما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فقال إن بلاده قد قررت دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر أو الشرق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ب 2.5 مليار دولار على خلال السنوات العشر المقبلة، وأعلن عن استضافة المملكة مقر المبادرة وتشكيل مركز إقليمي معني بالتغير المناخي. قامت المملكة بتسريع وتيرة تطوير وتبني التقنيات ومصادر الطاقة النظيفة المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة بهدف إدارة الانبعاثات من موارد الهيدروكربونية، وإبراز هذه الخطوة يتمثل في تتويج مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15% من سهامات المملكة المحددة الوطنية حاليا بحدود عام 2035، وتحقيق المستهدفات التشجير الذي يجسد استخدام حلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات. تم في قمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي وبرنامج إقليمي لاستمطار سحب، وسهاما في تنفيذ هذه الأهداف المبادرات أعلنت المملكة عن استهدافها زراعة 10 مليار شجرة وزيادة المناطق المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية. أيضا على هامش القمة، أولا بدأت المفاوضات الجلسات التالية كان بها طبعا بقى تحدث الرؤساء، تحدث ماكرون رئيس الفرنسي، تحدث ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، عدد من الزعماء الأفارقة بدأوا في الحديث وإلقاء الكلمات. وطبعا احنا هنا عندنا جلسات النهاردة وجلسات بكرة على الجانب المفاوضات كانت مستمرة بين كل الأطراف سواء عن التمويل أو عن التكيف، ودي كلها جمل هنسمعها كثيرا. هل معنا الدكتور مجدي علام؟ طيب حتى يكون معنا الدكتور مجدي علام، الحقيقة عايز أقول لكم أنه كل العالم، أخبار العالم كلها بتخرج من شرم الشيخ، أي أخبار عن الاقتصاد، المؤشرات الاقتصادية كلها بتخرج من شرم الشيخ. فالحقيقة أنه فعلا شرم الشيخ هي محط أنظار العالم، وقلنا ده أن ده ليس مجازا.